أسعد الله أوقاتكم متابعينا بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على قناتنا أوتوسكان. اليوم عنوان هذا الفيديو شباب كيف تقوم بتركيب جهاز السنتر لوك بنفسك، وبعدها عمل الريموت أي شكل أنت حابب ترغبه. لو لاحظنا عندنا السنتر لوك من الداخل يوجد شكل كيف تقوم بتركيب جهاز السنتر لوك، أول فيديو حيكون معنا اليوم، وبعد توليف الريموت أي ريموت أنت حابب ترغبه على أي شكل من نفس الريموت الصيني، يعني أنت حتقوم بعمل ريموت وبعد عمل الريموت على أي شكل أنت حابب ترغبه. قبل ما تشوفوا هذا الفيديو يا شباب تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرة ليصلكم كل ما هو جديد في عالم برمجة المفاتيح وبرمجة السيارات الحديثة. خليكم معنا لآخر الفيديو. مرحبا يا شباب، اليوم عندنا تركيب جهاز الإنذار، لازم عندنا القديم الإنذار القديم، لازم عندنا الشرائط، حنقوم بتركيب شرائط جديدة، عندنا سنتر لوك الجديد، شايفين تركيب جهاز الإنذار بشكل كامل. فيديو مهم جدا لكل شخص حابب يتعلم كيفية تركيب جهاز السنتر لوك وجهاز الإنذار. عندنا المفتاح القديم، قمنا بعمل النصب الخاصة بالمفتاح وتركيب على المفتاح، صار المفتاح نظامي. هنقوم الآن بتجميع السنتر لوك وتركيب الجهاز الجديد. مرحبا يا شباب، الا بعد ما هلا قمنا باستخراج الخطوط المطلوبه اللي هي رح نورجيكم اياها خطوه خطوه. هنا قمنا باستخراج خط النبضه اللي هو مسؤول عن قفل وفتح الابواب باستخدام النبضه البارده. ورجيني القفل، رجع القفل. خط للفتح، خط للإغلاق، تمام. قمنا باستخراج الحامي، قمنا باستخراج خطين اللي هنا الإشارة، شغلنا الرباعي ما عندك الفلاشر، تمام. هذول مخطوط الفلاشر هنا الليفت ورايت، يمين ويسار. وهي الحامي هون بارد، طبعا بناخذه من الشاسيه من هي الارنيه تكون بارده ونظيفه مضبوطه حتى ما يصير معنا فصل. ولون خطوط السنتر قبل فتح، وعندنا هون خط فتح الباب تمام. هلا حنقوم نحن بتوصيلهم، حنقوم الان بشبك الجهاز الجديد يا شباب عن ضفيرات جديده. هلا الافضل انه نحن نوصل الاسلاك بعدين نبلش نحط الجهاز. هلا السيارات القديمة اللي ما فيها ABS وإيرباك فينا نفحص بطريقة لمبة عادية، لمبة ليد. اللي فيها إيرباك وفيها حساسات حديثة نفحص بلمبة الليل مشان يا شباب ما تحدث مشاكل في لوحات الكمبيوتر. طبعا شايفين لون الليل، هذا بيضوي على الشاشتين عادية. السيارات الحديثة ما فينا نفحص باللمبة العادية، لمبة الليل بتعمل لنا مشاكل مع الكمبيوتر، تمام. هي للسيارات القديمة وهي للسيارات الحديثة. طبعا يا شباب عشان نحن نطلع خط الفتح والإقفال بنحط احنا اللمبة على البارد وبنديها ايش؟ بنديه بارد عشان تفتح عندنا وتقفل السيارة على خط الحائل، خط الفتح والإقفال اللي عندنا الخطين هذول. بالضبط. طبعا في سيارة بتاخذ حان وفي سيارة بارد. أنا بقلب أطراف اللمبة لما عندي يفتح السنتر لوك ويقفل، في هذا بتأكد من فتح القفل والإغلاق. أسهل طريقة لاستخراج خطوط السنتر لوك هي بتكون من الخطوط اللي فاتحة على الباب، بناخذها احنا من ورا من الخلف ويمشي الحال، يعني هي أسهل طريقة إنه تتابع خطوط الباب. من الباب صحيح. هلا طبعا بهذا الجهاز هذا موجود عندنا الخطوط الجديدة، الأحمر هو الحامي دائما، وعندنا البارد اللي هو الارضي، وعندنا
الخطوط البني هن الغمازات السنيالات شمال ويمين شمال ويمين، وعندنا لون الاصفر والبرتقاني، هذول اللي بيجوا نحن بنتحكم فيهم كل سياره حسب ما هي بتختار، اذا كان بدها نبضه حامي واذا كان بدها نبضه بارد واذا كان بدها نبضه بوبين. هي هذا المخطط بيجي مع نفس السنتر لوك، في معه كتالوج بيورجيك انت شو اللي بدك تختاره. هلا هاي السياره، هلا هاي السياره هي بتختار البارد، نحن عندنا سيارتنا البارد تاخذ بارد بالضبط. هلا بورجيكم شو بدنا نوصل عن طريق البارد، نحطهم مع البارد، نشوفكم مع بعض على التوالي على البارد تلقائي. هذوك بالتفصيل شباب تركيب السنتر لوك، البعض للأسف انسألت كيفية تركيب السنتر لوك، هيك بالتفصيل كيف تركيب جهاز السنتر لوك على السيارة. طبعا جهاز السنتر لوك في منه أشكال كثير، ريموتات بشكل ممتاز جدا، في منه كل الأشكال حسب طلبك أنت. إذا تطلبوه عندنا المفتاح الرئيسي، نشوف الآن قمنا عمل النصلة وتركيب الجهاز على السنتر لوك. يمكن لك انت تغيير النصلة وعمل حسب نوع السيارة، هي سيارة من سيارة اوبل، قمنا بخرط النصلة لسيارة اوبل. Şuradaki karbondan bir parça bize kesme şansı olur mu arkadaşım? Tamam, Marcus. Marcus'im sen. Nasıl? Pardon, çekiyorum. شكل ممتاز جدا من اشكال السنتر لوك، بامكانك انت اقتناء اي شكل حسب رغبتك. لكن هاي الخط البارد، هاي الحامي، هاي الرباعي اللي وصلناهم. هلا في عندنا هذا بنختار خط الزمور اللي هو سيرينا. سيرينا. طب هي كلها على الالوان، لو انت حفظت الالوان او اتبعت الخريطه حتكون الامور سهله. هلا عندنا لون الست خطوط اللي هن بيجوا هيك اخر شيء قدام بعض. هالست خطوط هلون هن اللي بيتحكموا بالقفل المركزي، يعني بالفتح والتسكير وطريقة ضبطهم. الاثنين البيض بيروحوا يا على خط النبضة يا على السنتر لوكات، على حسب نوع السيارة وحسب انت شو موصل. هاي السيارة فيها جاهز من هاي، ما في داعي نركب من هاد، فيها سنتر لوك جاهز عن طريق النبضة، فينا نفتح ونقفل. سامعين صوت السنتر لوك يا شباب؟ عن طريق تمام، ما في داعي نركب هاد، بس من باب العلم حبينا نورجيكم اياها. هذول الاثنين بيروحوا باتجاه هاد، واحد فتح وواحد فتح وواحد اغلاق. بهي السيارة بما انه عندنا النبض بياخذ بارد، فيها لون ما في داعي نوصلهم، هذول مشان الاختيارات الحامي والبارد والشغلات احنا بنلغيهم. نستخدم هلون مشان المخرج يكون بارد بالضبط، لانه شباب السنتر لوك عندنا في انواع بتاخذ حامي، في نوع بتاخذ بارد. نحن هلا لو هذا المخرج اللي بده يروح باتجاه البوبين او باتجاه خطوط النبضه، هذا المخرج بناخذ لون نحن بارد، نوصله بنشبكهم مع البارد اللي هن الاصفر والاصفر واسود جنب بعض بكون. تمام تمام، اصفر واصفر في خط اسود، هلون بنشبكهم مع البارد. تمام، ناخذ لابعاد الشرايط مضبوط عشان ما يطلع معنا شرايط زايده مثل ما كان من الاول موجود. رح نوصل البارد هلا. ثاني يا شباب هذا خط البارد شبكناه على السنتر لوك، من الجهاد قلنا بياخذ خط بارد. تمام، هن الاصفر
نصره مع الاسود تمام؟ لو اي استفسار شباب عن تركيب السنتر لوك اكتبونا في التعليقات وحنرد على كل التعليقات الخاصة بتركيب اجهزة الانذار والسنتر لوك. طبعا يا شباب احنا ما فينا نحط البارد وين ما كان، يعني لو موجود في موجود بارد بس تحت منه في بلاستيك ما بيصير. احنا نركبه دائما دغري على الشاسيه مباشرة، ما لازم يكون في اجسام بلاستيكية تحت منه او بوية او شغلة، لانه بصير في فصل ما عاد ياخذ امر مضبوط 100%. اعطينا على الشاسيه، هلا هون اعطينا شاسيه بمنطقة ما زلت أنا متشنا، هو جاي يقطش لأني مع الأسود مع اللي هو البارد عن طريق شاسيه هون. ما وصلنا هون لأنه فتحت منه بلاستيك، البلاستيك ما بيزبط نحط معه شاسيه لأنه ما بيوصل مزبوط. وصلناها مع الشاسيه مباشرة تمام؟ تمام. هنقوم نحكي ترتيب الأسلاك يا شباب وتوصيلهم على الجهاز. بعد ما شبكنا الاسلاك الحامي والبارد فينا نوصل الكف ونورجيكم شلون بقى بيخرج هون، مع انه احنا هو وصلنا بارد صفى عنا خطوط السنتر بيخرجوا بارد. تمام اشتغل 100% شباب. لو في حال انا كان عندي شباب اشتغلت الفتحه، لا طبعا احنا بعد ما نوصلهم هيك فينا نتاكد اي حامي بارد، نعكس الشرايط على حسب موجب الكبسات. هلا هذا عشان نتاكد الكبسات صح اللي عندنا الفتح والاغلاق. لو انا قلبت من شباب اتاكد بضغط على الفتح والاغلاق بتاكد. صار عندنا نظامي اتاكد. هاي نتاكد السنتر لوك، هاي الصوره شباب، هاي الفتحة أمان وهي الفتحة تمام قفل تم. في الحال كان غلط يا شباب بقلبهم من هان الأسلاك التنين هذول بقلبهم، خط الحامي والخط القفل والفتح بقلبهم. هيك اشتغل السنتر لوك نظامي 100%. بيضل عندنا خط السرينة، هنشوفه مع بعض هالقفل. هاي خط، هاي خط السرينة يا شباب بأشبكه تلقى على السيرينا. في حال ما انا اضغط على السنتر لوك احنا كنا مجهزينه هون خط السيرينا بالضبط جاهز. وصل عليه خط قلت الجمهور نتاكد لما نضغط على هي شباب صار لقيت فيها انذار وسنتر لوك. الآن نقوم بتجميع الأسلاك ونرتبهم بشكل مرتب. هلا في شيء خلصنا منه اللي بتعطينا السنتر لوك وبتعطينا الحامي والبارد والسيرينا. هلا عندنا الفيشة الثانية اللي هي بتخص الأمان، القنطاق وفتحة الباب. الأزرق نصره على خط فتح الباب، لما ينفتح الباب تعطينا التنبيه. شايفين شايفين يا شباب هذا الازرق على فتح الباب، يفتح الباب بطل. هذا في حال ما يأمن السنتر لوك، لو فتح الباب فكر الباب
بنستخدم الخط الابيض نوصله على الكونتاك مباشره. فتحة السويتش بيمشي الحال الان. كونتاك السويتش. شايفين هذا؟ واضح. إذا كانت مهندس عليها قنطة تمام؟ عن طريق القنطة. بالظبط. هيك شباب تركيب السنتر لوك والضفيرة الخاصة بالسنتر لوك على السيارة التي تحتاج تركيب إلى سنتر لوك. في سيارات تحتاج ل فتح الباجاج، يكون الباجاج عندهم كهرباء، الصندوق الخلفي لازم نستخدمه للصندوق الخلفي اللي هو الاحمر في خط اسود. عم تضلك ضاغط على الريموت بيفتح معك الكابينه الصندوق. هاي سياره ما فيها احنا بنلغي. بنلغي. هيك يا شباب احنا خلصنا تركيبه، حنشوف الان تكمله الاسلاك الاضافيه. هاي اللمبه اللي بتعطينا اذا احنا امننا بتعطينا لما تامن اشاره الامان. وعندنا هذا الحساس هو المسؤول عن الصدمة أو الضربة أو الحركة الداخلية أو الخارجية حسب ما بتسموها. هو بس نوصله بياخد عن طريق الاهتزاز أو الصدمة. مفتوح السويتش تمام. أمن شايفين؟ لا طحنا عن امن هيك مجرد لمس السيارة تمام. مجرد ما تأمن السيارة واحد يملك السيارة دقيقة ونص تقريبا بيشتغل الجهاز تلقائي. طبعا بياخذ هو اول ما تقفله تعطيه الامان بياخذ معنا على فتحة الباب. اذا حدا حاب يفتح الباب دغري دغري مجرد ما فتحنا الباب دغري بياخد الزمور بياخد الرباعي معهم بشهد دغري. اما بالنسبة للصدمة بياكل معنا لمدة دقيقة لدقيقة ونص تقريبا بعدين بيعمل اكتيف. احنا بعد ما قفلناها شايفين يا شباب بعد دقيقة دقيقة ونص تقريبا من مدى الوقت مجرد ما ضربناها بيعطينا دغري وضع تنبيه. تمام. بعد ما قمنا الآن يا شباب بتركيب الجهاز الجديد حنشوف الآن طريقة برمجة الريموت على أي شكل أنا بدي إياه من خلال ريموت. اسم الريموت شباب فيس تو فيس، برمجة ريموت فيس تو فيس اي شكل انا بدي اياه من خلال الاجهزة والريموت الصيني. حنشوف الان يا شباب كيفية برمجة الريموت. هذا الريموت اسمه يا شباب ريموت فيس تو فيس. لاحظين عندي الريموت مصفر
اظن عندك حد غطيك على الريموت مع بعض على الزر الفتح والقفل مع بعض. حراش عندي 1 2 3 هيك تصفر الريموت. لاحظين عندي الصفر، هذا الريموت الاساسي للسياره. لاحظين يعمل بشكل نظام. حلقيت حنخلي هذا الريموت يشتغل على السياره. لاحظين مصفر، حضغط على الفتح مع بعض لما يرعش عندي الريموت مع بعض. لاحظين دهان هيك خليه يرعش الريموت، بعدين على الاغلاق مع بعض. 1 2 3 خلاص اشتغل هيك. لاحظين اشتغل تمام نظام. هاي الشكل اللي انا بدي اياه، شكل انيق جدا. هاي بضغط هاي كمان مره شباب. 1 2 3 اتصفر. باجي بضغط على التريموت مع بعض على الفتح مع بعض. 1 2 3 بعدها على القفل مع بعض. 1 2 3 تمام. لاحظين يا شباب برمجة الفيس تو فيس وتعمل ريموت اي شكل انا بدي اياه.